سعد. سعد. ايوه. واحنا اللي هنعمله في الناس هيتعمل فينا ولا ايه؟ في ايه؟ مالك حبيب جوزه؟ زعلان ليه؟ تعالى كل معايا، جايب بيتزا سي فود. بطل استهبال يا سعد، الشويتين دول ما تعملهمش معايا انا. الله فيها يا نوى، هو على طول نكد؟ الواحد مش هيعرف ياكل لقمه مزاج في البيت ده. في ايه؟ فين السلسله الذهب والخاتم الالماس اللي كانوا في الخزنه يا سعد؟ الله، وانت جبت خاتم الماس من غير ما تقولي لي؟ عليا النعم، لو الخاتم ده ما حضرش هو والسلسله دلوقتي لاجيبهم منك بمعرفتي، وساعتها هجيبهم منك الطقطقين، انا ولا رؤيه ولا ناصره، علشان تاكلهم وتشرب عليهم، فاهم؟ انا غلطان. سكي سلسله ذهب احلى من اللي كانت معاكي، وادي كمان خاتم الماس اكبر واغلى، دفعت الفرق من فلوسي عشان اجيبهم لك. لا حول ولا قوه الا بالله، ما كنتش اتوقع ابدا الطعنه تيجي منك انت نهى، فسفوس القلب. لا حول ولا قوه الا بالله. حقك عليا، ما تزعلش، اصلي بس اتجننت يعني لما فتحت الخزنه وما لقيتهمش. حقك عليا. ولا كلمه. سرقين يا نهى؟ سرقين انا؟ ده احنا ملناش الا بعض. لا حول ولا قوه الا بالله، استغفر الله العظيم. حقك عليا، انا غلطان، ما تزعلش. لا حول ولا قوه الا بالله. طب بقول لك ايه، هو انت ناوي تعمل ايه في حوارنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نصره 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 نصره، لو دخلت هنا هديها بالجزمه ومشيها. وفكك بقى، سيبيني في اللي انا فيه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انا هطلع اغير هدومي، عندي كم مشوار كده اعملهم، وبالمره احط الحاجات دي في الخزنه، ما تزعلش. فوضت امري ليك يا رب، فوضت امري ليك يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل. الو يا ابني العفريته. لا ما رشيتش ان هم فلسوا. حبيب قلب اخوك، همتك بقى معانا في الفواتير. فرز اول، اتوكل. فوضت امري ليك يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.